بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلبة، تعالوا مع بعض نشوف درس النهاردة بيتكلم عن النظرية الحديثة. اشترك في عمل النظرية الحديثة دي أكتر من فرد، منهم سامبسون وجوليان وهاكسلي. بتقوم النظرية دي بتفسير التطور في ضوء الاكتشافات الحديثة في علم الأحياء. تعزو النظرية الحديثة للتطور ظهور أنواع جديدة إلى التغيير اللي بيحدث في الجماعات مش الأفراد. بيستمر توارث ذلك التغيير اللي بيتعرض ليه بعض العوامل زي الانعزال والانتخاب الطبيعي، بتنتج بعده أنواع جديدة بندرس فيها بعض العوامل. أول عامل معايا هو العامل الوراثة في الجماعات. الجماعة هي مجموعة من الأفراد لنوع معين من الأحياء بتعيش في موقع بيئي محدد تتزاوج فيما بينها تزاوجا غير مقيد. توصل العالمان هاردي وواين بيرج إلى أن هناك ميلا إلى بقاء معدل انتشار أي جين ثابت في الجماعات من جيل لجيل، وكذلك الطرز الظاهرية والجينية المتعلقة بذلك الجين، أي أن هناك ميل لحالة اتزان وراثي في الجماعات بيعمل على بقائها وثبات خصائصها. شروط حفظ الاتزان الوراثي: أول حاجة يكون حجم الجماعة كبير، يكون التزاوج بين أفراد الجماعة عشوائي، ألا تكون الصفة الوراثية خاضعة للانتخاب الطبيعي فتتعرض للإبادة أو الإكثار، ألا تحدث طفرات، ألا يهاجر من الجماعات أفراد لهم خصائص معينة، ولا يهاجر من الجماعة أفراد من جماعات أخرى. تاني حاجة معايا تباين أفراد النوع الواحد. تزاوج أفراد ذات طرز جينية مختلفة تؤدي لظهور طرز مظهرية لم تكن واضحة. كثرة الخصائص الوراثية للنوع تجعل كل فرد في جملته مختلف عن الآخر. التقاء الجينات مع بعضها قد تجعلها تؤثر في بعضها البعض. صور الشذوذ المختلفة في الصبغيات بالنقص أو الزيادة أو التضاعف. يعمل العبور أثناء الانقسام الميوزي على كسر الارتباط فتزيد فرص التباين. تأثير العوامل البيئية المختلفة في ظهور أثر الجينات. حدوث الطفرات الجينية وظهور صفات جديدة. طب إيه أهمية التباين؟ تكمن أهمية التباين في قيمته بما يقدمه الأفراد من قدرة على التكيف مع ظروف بيئته المختلفة، ويساعد النوع على النجاح في الحياة مع تغير البيئات والظروف. هناك احتمال بوجود أفراد قادرين على الحياة في الظروف الموجودة دي أو تلك، ولهذا يعتبر التباين أساسيا في حدوث التغيير. ثالثا، الانتخاب الطبيعي والتكيف. الأحياء الأصلح للبقاء والأقدر على التكيف للظروف البيئية هي اللي بتنجح في الحصول على الغذاء وتأمين سلامتها وسلامة أفرادها وتنشئة صغرها حتى تنضج وتتمكن من التكاثر. الانتخاب الطبيعي هو انتخاب أفراد ذوي صفات مناسبة للنجاح في الحياة. يتم الانتخاب بواسطة وسائل متعددة زي الحرارة والضوء وتوافر المية وكائنات أخرى تعيش في البيئة. أمثلة عن الانتخاب الطبيعي: مثال فراشة باستون بتيولاريا. اكتشفت هذه الظاهرة العالم كاتوليل يغلب عليها اللون الفاتح، ولكن هناك سلالة سوداء سببتها طفرة زائدة تنشط الفراشات ليلا وتهدأ نهارا. تسكن على جذوع الأشجار المغطاة بالقشر. قبل الثورة الصناعية في إنجلترا كانت الانتخاب في صفة الفراشات الفاتحة ضد السودة والتي كانت تظهر لأعدائها، ولكن بعد الثورة الصناعية ماتت القشر دي وأصبح الانتخاب الطبيعي في صف الفراشات السوداء التي لا يميزها الأعداء من جذوع الأشجار. مثال تاني: قوقع سيبا نيمو رايتس. يتميز القوقع ده بلون وخطوط بتحددها وراثة مجموعة من الجينات، تلوح زيادة أعداد بعضها وندرة أخرى، بيرجع ذلك للطرز الكثيرة كثيرة العدد اللي بيضاهي شكلها وشكل أرضية البيئة، بذلك تخفي عن أعين الأعداء والأخرى ليس لها ميزة فتلتقطها الطيور. رابعا، الانعزال وتكوين الأنواع. تكوين الأنواع في خط تطوري واحد، لا تتعرض الأفراد في المجموعة إلى التشتيت وتظهر بعض الطفرات الصغيرة في الأجيال المتعاقبة بتؤدي لظهور صفات تنتخب طبيعيا ليبقى منها الأصلح، وطبعا اللي مش أصلح بينفى أو بيموت، بيكون من أفراد تحمل صفات كثيرة تختلف عن أفراد المجموعة الأصلية.
تكوين الأنواع في عدة خطوط تطورية، فيه تخرج المجموعة الأصلية عدة جماعات صغيرة بتنتشر في اتجاهات مختلفة، إذا كانت بالهجرة أو بوسائل أخرى بتنعزل الجماعات دي، بيؤدي في النهاية لظهور أنواع جديدة تتكيف مع ظروف مختلفة، زي العصافير داروين في جزر جالاباجوس، حيث بدأت في من نوع واحد وتطورت لتكون 14 نوع مختلف. النظرية الحديثة، بنقول العوامل بتأثر في النظرية الحديثة، الوراثة في الجماعات، الانتخاب الطبيعي والتكيف والانعزال وتكوين الأنواع، تباين أفراد النوع الواحد. مع بعض نشوف الأسئلة. ما أهمية التباين؟ علل ظهور فراشات بستون بتيولاريا السوداء عقب الثورة الصناعية في إنجلترا. بشكركم على حسن المتابعة، مع نفهم نتعلم ببساطة.